والله امبارح الخيم صارت طارت من فوقنا، وعندنا اولاد صغار، وعنا والله ضلينا واقفين للصبحيات، قمنا لزقنا وعمرنا وظبطنا شو بدنا نساوي. والله من كثر البرد والهاي ذبحنا، وانا عندي بناتي مرضانات. اشرد نطالب نطالب بالخيام، دحين هي خيامنا من الاساس مي صالحه للسكن، بس ساكنين بشرد السايم نموت. وطارت بالليل نحاول نقضبها مع نقدر نقضبها، جتنا العاصفه انا والعجان حط طفشنا قعدنا بتشوت، غطيتهم بحرامات للصبح لحتى الله فرج عينه. والحجانه مطار وبريد وهواء، نريد خيام، نريد مساعدات الاطفال، يعني الوضع تعبان كثير. والله طارت الخيام، يعني تقريبا كل شيء ساكن ببيت طارت خيمته، يعني 10 11 خيمه هيش تقريبا الطارت. العالم وضعها تعبان، ما عندها تجيب خيمه. دحج هذه وقعت، هذه ايش كلها ما قدروا يقضبونها العالم. كل من نوم اطفال بتشو شي طفشت على مخيمات ثانيه عند العالم، نامت شي نامت بملاجئ شي بني، وين تروح العالم؟ الله يساعدها. نطالب بخيم شي وانهم يساعدونا.